في العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون. محمد الغيطي يكتب: إلى رئيس مصر القادم، ضع هذه الكلمات أمام عينيك. حكاية صديق مبارك الهارب لأمريكا ودوره في سيناريو الفوضى. الكرة والدم، ملف خاص تقرأ فيه. حوار مع المتهم الهارب في مذبحة بورسعيد. ننفرد بنشر خفايا تقرير لجنة تفاصيل الحقائق في الأحداث. بالأسماء، رجال الأعمال المتورطون في جرائم حرق مصر. أبو تريكة للمجلة، القصاص قبل الاعتزال. المجلة تفتح ملف فساد الإعلام الرياضي وندبين الكرة. شوبير يتهم الغندور بإشعال الفتنة والغندور يرد. مفاجأة، جمال طلق خديجة بعد 6 شهور من الزواج. حكاية رئيس إسرائيل مع نانسي عجرم وشاكيرا. شفيقة زوجة توني بلير تدعو للإسلام في بريطانيا. وفي الفن تقرأ: سر استبعاد حنان ترك وأحمد عز من الفيلم الإيراني. للمرة الثانية، إلهام شاهين تدافع عن مبارك وتطلب العفو عنه. وفن سبيرو الرياضي: المجزرة، الأسرار الكاملة لمذبحة بورسعيد الكروية. واقرأ في مسبيرو سات أحدث الترددات وخريطة القنوات المصرية والعربية والأجنبية وخريطة الأفلام والمسلسلات والبرامج لجميع القنوات. الإذاعة والتلفزيون الأوسع انتشاراً. رئيس مجلس الإدارة دكتور ثروت مكي، رئيس التحرير محمد الغيطي.